حزب عريق ارتبط بالتحرر الوطني ووسمه البعض بالطائفي، إلا أن أحداً لم ولن ينكر ثقله الجماهيري ومدى التأثير الانتخابي المتوقع له. وبعد أن رحل رئيس الحزب وإمام الأنصار، دخل الحزب في دوامة من تناقضات المواقف، وأصبح ساحة للتجاذبات المتعددة للتيارات الداخلية والإقليمية معاً. في هذه الحلقة نلقي حزمة من الأسئلة التي تدور همساً هنا وهناك في المدينة الصامتة. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. مرحبا بكم في برنامج الميزان، الذي يحاول أن يكون ميزانا حقيقيا للسياسة السودانية، يطرح أسئلة الشارع اليومي والمحتاد، يطرحه على قادة الساحة السياسية السودانية. معنا في هذه الحلقة الباشمهندس صديق الصادق المهدي، القيادي بحزب الأمة القومي. مرحب بك يا باشمهندس، وكل عام وأنت بألف خير. مرحب عليكم السلام وأنتم بألف خير. مباشرة نبدأ بأقر وأعترف. أقر وأعترف. أقر وأحترف هي فقرة دائمة في هذا البرنامج. بماذا تقر وتحترف في أداء حزب الأمة القومي منذ 11 من أبريل عام 19 و2000 وحتى الآن؟ طيب، أنا يعني في الشيء أقر به وأعترف أنه أيا كان السبب الذي أدى لذلك، ولكن أنا أعتقد هناك ثغرة كبيرة في الوثيقة الدستورية مسؤولة بشكل كبير عن كثير من المآسي التي حدثت في الفترة الانتقالية، وهي النص على أن يكون المجلس التشريعي الانتقالي يقوم بمهمته مجلساء السيادة والوزراء. هذا النص معيب ويولي مسألة مهمة التشريع والرقابة للسلطة التنفيذية المعنية وبالتالي لا رقابة. بالضبط، ولذلك كان أعتقد هذا من أكبر أوجه الخلل التي ارتكبت. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى وهي حكاية صورة. حكاية صورة. الإمام الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، ماذا تقول عنه؟ الحبيب الإمام عليه الرحمة والرضوان حقيقة هو كان فلت في زمانه. هذا الرجل عاش حياة تجرد فيها من كل ما يعنيه، وبدأ حياته منذ صغره مهموم بقضايا كبيرة تكبر عن سنه، وتحمل المسؤولية في سن مبكر جدا جدا، وبدأ يستشعر أنه لديه رسالة من الخلفية التي نشأ فيها، المهدية، حزب الأمة، وكيان الأنصار، غذت فيه روح أشعرته بأنه هو منتمي لهذا الكيان بكل هذه الخلفية التاريخية، لديه مسؤولية تجاه الشعب الذي يعيش معه. هل عانى حزب الأمة من نكبة حقيقية بعد غياب الإمام الصادق؟ طيب، غياب شخص مثل الحبيب الإمام بلا لبس ولا شك يترك فراغ كبير جدا، وهو ترك فراغ حقيقة في كل الدوائر التي عمل فيها. ترك فراغا في حزب الأمة، ترك فراغا في كيان الأنصار، ترك كيانا في المجتمع، فراغا في المجتمع السوداني كله
بكياناتي بتياراتي. ماني يا باشمهندس دار اتحدث فقط عن حزب الأمة، لأنه في واحد من الصحفيين شديدي الطرافة وشديدي الذكاء يتحدث عما حاق بحزب الأمة بعد رحيل الإمام الصادق، يقول الآن حزب الأمة الذي حدث له لم يحدثه حتى كيتشنر بالأنصار، العديد من التخبطات، العديد من البيانات التي تصدر من هنا ومن هناك، وربما آخر ذلك يعني تقريبا 7 بيانات أو أكثر صدرت في يوم واحد حول توقيع حزب الأمة مع 79 جسم المختلفة. فهذا التخبط وهذا الاضطراب الكبير لحزب عريق زي حزب الأمة. طيب أنا ما كنت يعني أريد أن أكمله في هذا الجانب. فقد إنسان مثله لمؤسسة حزب الأمة مؤكد يترك فراغا كبيرا، لأنه ما امتلك من قدرات تحدثنا عنها وعاشها الجميع يعرفونها عنه يترك فراغا كبيرا. ولكن النصف الممتلئ من الكوب الجانب الآخر لهذا الموضوع إنه حقيقة هو عاش حياته يعني اجتهد لبناء مؤسسات حقيقية قوية في حزب الأمة، كان مشاركا فيها، كان مساهما فيها، كان ملتزما بقراراتها. الآن مؤسسة حزب الأمة قوية باشمهندس؟ جايك أنا. عمل على بناء هذه المؤسسات. طيب فقده ترك هذا الفراغ، ولكن أريد أن أطمئنك وأطمئن جمهور الذي يسمع ويتابع. مؤسسات حزب الأمة أقول ولله الحمد قوية. أنت بماذا نقيس القوة؟ نقيس القوة إنه عند الملمات والمحكات هذه المؤسسات تستطيع أن تتخذ قرارات فيها جانبين، فيها تحقيق مصالح الشعب السوداني، لأنه أي حزب في النهاية مهمته خدمة الشعب في وطنه، وإلا يكون ما عنده معنى، وكذلك تحقق الإجماع والتوافق الداخلي والتماسك. كان هناك اعتقاد أنه بفقد الإمام ورئيس الحزب سينفرط عقد حزب الأمة، الذين توقعوا هذا خاب فألهم وتوحدت حزب الأمة وتوافقت أجهزته على المؤسسات الانتقالية القائمة الآن، وكل المحكات حصلت. القرار الداخلي كان في صالح قضايا الشعب السوداني وكان في صالح الإجماع. ما ذكرتيه اليوم من مسألة التوقيع على وما أثار من قضايا التوقيع على 79 جسم، التوافق مع 79 جسم، طيب هذا حدث بشكل من أشكال الخلل. المبادرة الرئيس الحبيب اللواء فضل الله أبو المناصر الرئيس المكلف لحزب الأمة، هو كرئيس لديه حق الاتصال والتواصل والمبادرة والتشاور في كل القضايا دون مساءلة حزبية من المؤسسات الحزب؟ أنا جايك أصبر لي. له حق الاتصال والتشاور. طيب الخلل الإجرائي الذي حدث إنه حدث التوقيع على هذا الاتفاق وهذا الميثاق قبل العودة لأجهزة الحزب، واليوم انعقد اجتماع الحزب الأمة القومي، اجتماع طارئ المكتب السياسي لمناقشة هذا الموضوع، وكان اجتماعا مطمئنا ممتاز جدا جدا، تقدم فيه كلام واضح جدا جدا عن إنه هذا الميثاق الذي تم التوقيع عليه يتعارض تعارض جوهري وجذري مع خريطة الطريق لحزب الأمة الملزمة لأجهزته ومؤسساته وقياداته. والحبيب الرئيس المكلف بشجاعة كبيرة جدا جدا التزم بهذا الكلام، وهو ظن منه أنه كان يتعامل في إطار تجميع مبادرات وليس الدخول في مبادرة بتفاصيلها مثل الذي تم توقيعه. ما دام أول حادثة، يعني أيضا هنالك اللجنة التي كانت تذهب لرئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، ويعني يظهر بعد ذلك السيد الواثق البرير ويتحدث إنه والله فضل الله برما لا يمثل إلا نفسه أو يمثل شخصية قومية لا يمثل حزب الأمة، وبعد ذلك نحن نسمي ما حدث في 25 أكتوبر بأنه انقلاب، وبعد ما سموه انقلاب يقود المبادرة بتاعت البرهان حمدوك. فأصبح هنالك تضارب كثيف من حزب الأمة وأكثر من مركز للقرار داخل الحزب، وهذا ظاهر للعيان. طيب الأمثلة التي ذكرتها يعني أنا أسوق لتوضيح ما أنا أريد قوله.
المبادرة لما حصل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، قبل حدوث الانقلاب حزب الأمة كون لجنة برئاسة الرئيس المكلف لمحاولة تدارك الأزمة قبل أن تقع، قبل أن يقع الانقلاب نفسه. ولذلك اللجنة دي كان فيها الرئيس المكلف، فيها الأمين العام، عملت اتصالات وتواصلات. طيب، والاتصالات دي من تقديرات اللجنة لا غبار عليها كل الاتصالات التي تمت، ولكن المؤسسية في حزب الأمة كل مبادرة وكل اتصال وكل مشروع اتفاق يتم التفكير فيه والمبادرة به عندما تأتي لأجهزة الحزب تنظر فيها أجهزة الحزب وينظر فيها المكتب السياسي، إذا قبلها تجاز وتبقى هذا إجماع الحزب عليها، إذا رفضها تقف هنا. والذي حدث في اتفاق 79 والذي حدث في اتفاق البرهان حمدوك الذي تحدثت عنه هو ذات ما أقول، تم عرضهم على المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، الثاني ده اترفض بإجماع المكتب السياسي وبحضور الرئيس المكلف وتراجع عنه بشجاعة كبيرة، وإنه ملتزم بخريطة الطريق وملتزم بقرار أجهزة حزب الأمة وملتزم بقرار الجماعة. الموضوع الاتفاق البرهان حمدوك كذلك المكتب السياسي عندما نظر فيه انتقدوا موضوعيا في انه لا يلبي تطلعات الشعب السوداني والثورة السودانية. رغم ذلك سعادة اللواء كان موجودا فيه، يعني بقى فيه احساس بصراحة شديدة باشمهندس، اقول لك يعني الحقيقة الشارع السوداني الان يحس انه حزب الأمة القومي اصبح ياكل مع يزيد ويبكي مع الحسين. لا بس ما انا عايز اقول لك في الجانب ده الحصل انه اتخذ المكتب السياسي قرار في الاتفاق البرهان حمدوك وانتقدوا موضوعيا في جوانب، وذكر انه لا يحقق مصلحه الشعب السوداني في حل المشكله السودانيه، والمكتب السياسي تصرف ايجابا مع الموضوع، لم يكتفي بالنقد لاتفاق البرهان حمدوك بل ذكر انه سيقدم البديل، وكانت دي الخلفيه اللي ولدت منها خريطه الطريق لحزب الامه القدمه، خريطه مدروسه من اجهزه الحزب ومقدمه الان للساحه السياسيه لحل المشكله السودانيه. باشمهندس انت ما ملاحظ انه ما شاء الله تبارك الله يعني حزب الامه يجرب ذات الطريقه كل مره دون ان ييأس او يعلم انه هذه الطريق غير موصله الى الهدف المعين؟ يعني حزب الامه اكثر حزب يقدم مبادرات، البرهان حمدوك، العقد الاجتماعي، كذا، لا ييأس من المبادرات ابدا. لا يعتقد حزب الأمة أن الدواء لهذا الداء مختلف عن المبادرات الكثيفة التي يقيمها دائما؟ أولا اتفاق البرهان حمدوك ليس مبادرة من حزب الأمة، حزب الأمة قدم مبادرة العقد الاجتماعي ودي مبادرة لإصلاح الحاضنة السياسية وكانت ضرورية. مقتضيات القيادة السياسية هي إصدار المبادرات لحل المشاكل، والمبادرات دي معنية بها الساحة كلها، لازم في جهة تفكر عشان تحاول أن تطرح للأطراف الأخرى المعنية معها بالشأن المعني لحل المشكلة، ولذلك روح المبادرة ضرورية، وعشان كده دي الخلفية وراء إصدار المبادرات. ضروري الأحزاب السياسية هذه مهمتها للقيادة السياسية تعمل مبادرة، لكن المهم الخلاصات أيضا، حزب الأمة لا يكتفي بالمبادرة فقط بل يعمل الفعل الإيجابي. هو الآن أجهزته تعمل مع الثورة السودانية في لب الحراك، يعمل على تجميع القوى السياسية المدنية لتوحيد جبهة المقاومة، لتحضير الموقف المدني بتوحيد الجبهة بالمتطلبات للإصلاح في المرحلة الانتقالية، ولذلك هذه كلها أفعال إيجابية وضرورية لتحقيق الحل في البلاد. ايضا يا باشمهندس هنالك اتهام واضح بان حزب الأمة القومي الان هنالك صراع الجنرالات وهنالك صراع القوى التي هي تقترب من الثورة أو تلتصق بالثورة، وهذا الأمر واضح جدا وجلي، ألا تعترف به؟ ما في مشكلة، ما هو في النهاية حزب الأمة التركيبة بتاعته أنا بفتكر دي من عوامل قوته، إنه التركيبة داخل حزب الأمة تعكس الواقع في المجتمع السوداني بتنوعه المختلف،
فيه أهل المدن وأهل الريف، فيه التخصصات المختلفة، فيه العسكريين المعاشيين، لكن ليس فيه الالتزام الحزبي الصارم بقرار الحزب. يعني الآن ما نضرب مثال بالأحزاب العقدية، لكن فيها التزام صارم بقرارات الحزب، حتى وإن كنت لديك بعض الملاحظات عليها، لكن حزب الأمة كل شخص يخرج برأيه، يعني يحمل البيرق ورأيه. لا أنا حتى في البيانات، لا أنا حتة الخروج دي بس يعني الروح المبادرة، ما أنت لما يكون عندك تكوين تركيبته فيها هذا التباين، ودي نقطة إثراء بالمناسبة، لأنه التباين ده حزب الأمة لما يجي يعني يطلع تطلع منه مبادرة ولا يطلع قرار ولا موقف في حاجة، فيه نقاش حي جدا جدا بيتم بين مكونات المختلفة، وفيها تباينات في الرؤى والآراء، لأنه جايين من خلفيات متباينة ومختلفة. ولذلك الوضع ده هو نقطة قوة لحزب الأمة، لأنه بيخليه يجيب حاجة مرتبطة بالواقع السوداني على تباينه وتعدده. فلذلك بتجد المبادرة والإعلان عن مواقف من قيادات متعددة، ما في مشكلة يبادروا ويعلنوا، ولكن في النهاية الملزم للجميع هو قرار الأجهزة المرجعية. لدينا الآن المكتب السياسي ينظر في كل المطروح ويتخذ قرار يصبح ملزم للجميع. ولذلك ما هو حسي الحادثة الأخيرة التي تحدثنا عنها، حادثة اللواء فضل الله برمى مع 79 جسم، يعني بعد اتخاذ القرار بعد كده تبقى في المراجعات في البيانات على الهواء مباشرة. عموما رأيك شنو في فاصل قصير ومن بعده نتواصل في هذا الحوار؟ فاصل ونواصل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة هذا اليوم من برنامج الميزان مع القيادي بحزب الأمة القومي البشمهندس صديق الصادق المهدي. مرحبا بك من جديد. مرحبا بشمهندس، كانت لديك زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة قريبا، السؤال ماذا كنت تفعل في الإمارات العربية المتحدة، وهل هنالك تدخل للمحاور في حزب الأمة؟ طيب أنا في حتة أبدأ بالجانب المهم في الحتة دي، لأن في إمكانية التدخل في الشأن الداخلي لحزب الأمة من أي جهة. حزب الأمة تقرر له مؤسساته فيما يلي الشأن الوطني السوداني، وليس هناك لأي جهة إمكانية التدخل في شؤون حزب الأمة أو فرض أي رؤية أو قرار غير تلك التي تتفق وتجمع عليها مؤسساته. واحد، ماذا كنت أنا أفعل في الإمارات؟ أنا ذهبت للإمارات يعني بدعوة كريمة من السلطات هناك، وكان الغرض من الزيارة في تقديري الوضع الموجود في البلاد الآن، في ثناياه فرصة للتحول المدني الديمقراطي في البلاد، وأنا أعتقد هم كانوا يريدون قراءة مآلات الأوضاع في السودان في حالة حدوث تحول مدني ديمقراطي. وأنا أعتقد تفسيري أنا يعني مثلا لماذا تم استطلاع رأيي أنا في هذا الجانب، ربما كانوا يريدون في تحليل يعني القيادة في حزب الأمة مثلا قريبة من الشارع، قريبة من المحور، قريبة من الشارع، لقراءة مآلات الأوضاع. النقاش انصب في ماذا، ما هو مستقبل ومآلات الأمور في السودان، وماذا نتوقع الدور المطلوب من المجتمع الدولي والإقليمي ومن دولة الإمارات في قضية الحل في السودان. وهل تم النقاش عن حزب الأمة القومي وعن ما بداخله وبداخل مؤسساته، ويعني إصدار ربما بعض النصائح لحزب الأمة؟ كان الكلام منصب في ما سيحدث في البلاد، وطبعا مثلا في دول في الإقليم ومنها الأمارات ربما كانت متعاملة مع الوضع بوجود حكم عسكري في الفترات الماضية، ولكن في حالة حدوث
تحول مدني ديمقراطي. هذا وضع يحتاج لاستطلاع، وأنا أعتقد إحساسهم وبأن هناك الأمور في السودان متجهة لتحول في هذا الاتجاه، كانوا يريدون استطلاع رأي ربما يعدونه قريب من نبض الشارع المتحرك في هذا الجانب لمحاولة استطلاع الرؤية. ولذلك كان النقاش منصب في ماذا سيحدث في للسودان في الظروف الحالية من فرص التحول والدور الدولي والإقليمي الذي نراه ليساعد عملية التحول. وبالنسبة لي كانت فرصة طيبة جدا لأقول إنه السودان في حقيقة الأمر صعب أن يستقر فيه الوضع والحكم تحت نظام عسكري، وكانت هذه التجربة في عهد الإنقاذ الذي انتهى بوضع فاشل دمر البلاد وألحق بها ما ألحق وقامت عليه الثورة الشعبية. هل ترى الأمر طبيعي أنه يتم استدعاء الساسة السودانيين إلى دولة أخرى ومناقشة قضاياهم المحلية؟ هل هذا الأمر تراه بريئا وعاديا؟ والله أنا بالنسبة لي، لأنه تحوم الكثير من الأحاديث الآن وقبل ذلك عن الإمارات وحتى عن الدعومات التي تقدمها المادية واللوجستية وربما التدخل والأطماع وما إلى ذلك، فهل هذا الأمر بريء وطبيعي وعادي ويمكن للساسة السودانيين أيضا أن يستدعوا آخرين ويتحدثوا في شؤون بلادهم؟ والله أنا يا أستاذة بالنسبة لي أنا أعرف ما أريده لوطني، وأعرف المؤثرات الموجودة لتحقيق هذا الذي يعني يراد لهذا الوطن وفق رؤية مؤسسة حزب الأمة التي أنتمي لها. أتحدث باسم حزب الأمة، رؤاه وبرامجه، وأعتبر أن كانت هذه فرصة طيبة لأقول إنه الفرصة الضرورة لتحقيق الحكم المدني في السودان، الحكم المدني اللي هو الذي يستطيع أن يحقق استقرارا في السودان، والحكم المدني اللي يحقق أو يضع أسس لتوافق السودانيين، يضع أسس للتعاون الدولي مع السودان، وبذلك يمكنه تحقيق الاستقرار، وأن كل الدول التي لديها مصالح مع السودان يمكن أن ترعى مصالحها من خلال الحكم المدني الديمقراطي في السودان. نعم، هذه الرسالة التي اهتممت بتوصيلها وكفى. نعم باشمهندس، أيضا هنالك العديد من الأشياء التي يعني الأقوال التي تتحدث عن حزب الأمة وما يجري به داخليا، من أبرز هذه الأشياء تأثيرات المحاور تحدثنا عنها، أيضا هنالك تأثيرات أخرى، يعني السيد صديق الصادق المهدي بشكل شخصي ربما يعني يتحدثون أنه التأثيرات تأتي من قوى اليسار، وشخصيا من صديقك ياسر عرمان ربما يأخذك في مجالاته المختلفة التي يراها، وهذا ربما يختلف مع رؤية الجنرالات داخل حزب الأمة القومي. طيب أنا الحمد لله لدي صداقات عديدة، الأخ ياسر وكثير من يعني موجود في المجتمع ولله الحمد، ولذلك من قطاعات مختلفة سياسية وغير سياسية، ولكن إذا اعتبرت أو تحدثت عن أنه هناك تأثير علي بحيث يوجهني أنا أنفي هذا الكلام، لا يعني لا أنفي بمعنى أنه لا ما باخذ حاجة من تعاملاتي، الاتصالات المختلفة ككائن اجتماعي أي رأي صائب من هم حولي أسترشد به، ولكن في ناحية التوجهات السياسية أنا في مستودع التفكير السياسي في السودان، أحمد الله أن جعلني منتميا لهذا الحزب وقريبا من الحبيب الإمام عليه الرحمة والرضوان. هذا الرجل هو مفكر السودان الأول، وكان يقيم علاقة تواصل مع الذين حوله
وأنا نعمت بهذا التواصل وهذا التشاور على قامته، يتحاور معك وبدي قيمة كأنك يعني في مستوى يوازي الـ كذلك هو ساهم في رفع مستوى أجهزة حزب الأمة وكل الذين حوله. أنا بعتبر إنه المستودع الخبرة والحكمة الموجود في كيان حزب الأمة حاجة ضخمة جدا جدا وثرية جدا جدا. لم أتخذ موقفا واحدا مهندس مربوط بأي جهة أخرى غير التي تقررها حزب الأمة. باشمهندس، البعض يتحدث أيضا عن اقترابك من قوى اليسار، أن هذه القوى هي التي تريد أن تدفع بصديق الصادق المهدي لرئاسة حزب الأمة، ربما هنالك تقاطع مصالح مشتركة. أولا، ما دخل قوى اليسار بالقرار في حزب الأمة؟ هذا القرار في حزب الأمة القيادة فيه يقررها المؤتمر العام لحزب الأمة، وده لكن هنالك لوبيهات داخل كل الأحزاب وهنالك جماعات تدعم من الداخل ومن الخارج. القيادة في حزب الأمة والقرار في حزب الأمة تحدده مؤسسات وأجهزة حزب الأمة، ولذلك الـ إذا كانت هناك جهات ترى أن ذلك يعني مفيد أو صالح أنا أشكرهم على هذه الرؤية، ولكن هذه الرؤية ما عندها أي انعكاس على القرار داخل حزب الأمة. قرار داخل حزب الأمة تعمل أجهزة حزب الأمة، وهو قرار محصور وحكر على المؤتمر العام لحزب الأمة القومي. أين هو المؤتمر العام لحزب الأمة القومي؟ لماذا التباطؤ في إجراء هذا المؤتمر العام؟ المؤتمر العام هو استحقاق دستوري، وعند تكليف الرئيس المكلف اللواء فضل الله بورما كان المكتب السياسي تحدث عن تكليف لمدة عام وانعقاد ينتهي بانعقاد المؤتمر العام. المؤتمر العام تتحدث قيادات الحزب ويتحدث المكتب السياسي الآن عن تكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام، وهذه الخطوة الأولى الإجرائية العملية التي بعد ذلك تحدد، لأن اللجنة العليا للمؤتمر العام عند تكوينها هي التي تطلع على الأوضاع وتضع برنامج المؤتمر تفصيلا، مؤتمرات القاعدية، كيفية التصعيد، الأسس، جدول المؤتمر. حديثك يعطينا يعني أمدا طويلا لانعقاد هذا المؤتمر، يعني عملية تراتبية طويلة المدى. نعم. ولا هنالك سقف محدد لأن يكون هنالك مؤتمر عام وبعد ذلك يكون هنالك رئيسا منتخبا وما إلى ذلك؟ المؤتمر العام نفسه عملية طويلة، ولكنها تبدأ بتكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام، ودي حقيقة لم تحدث بعد. عند تكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام هي التي ستحدد المدى الزمني للمؤتمر العام. ومتى سيحدث ذلك على وجه التحديد؟ متى سيحدث ذلك؟ هل هنالك سقف زمني أم أن الأمر مفتوح؟ المكتب السياسي الآن يتحدث عن ضرورة التعجيل بتكوين اللجنة العليا، يتم تكوينها بالتشاور بين الرئيس المكلف والمكتب السياسي، وهذه ترجع للمؤسستين. المكتب السياسي وجه بتكوين اللجنة العليا، والآن الأمر الخطوة الإجرائية بيد الرئيس بالتشاور مع المكتب السياسي يكون اللجنة العليا للمؤتمر العام. نعم. أيضا يا باشمهندس، هنالك حديث أيضا دائر في المجتمع السوداني عن ربما صراعات ما بين الإخوة، من الذي يرأس سدة حكم حزب الأمة القومي، هذا الحزب الكبير والعريق؟ الناس يتحدثون عن أن بشرى لديه ربما جماهير، وأيضا السيد صديق الصادق لديه جماهير أو سميها لوبي، وكذلك عبد الرحمن الصادق. أنت من داخل هذا البيت ومن رحم حزب الأمة، كيف تتحدث إلى الناس؟ طيب، في مسألة القيادة في حزب الأمة أنا أضيف لك مريم كذلك برضو، هي نائبة رئيس الآن، وهناك من يعتقد في أهليتها بالرأس. نعم، مسألة القيادة في حزب الأمة محسومة بشكل واضح جدا الآن، وهي يعني يقرر فيها المؤتمر العام لحزب الأمة، والمسألة ليست محصورة في أبناء وبنات الإمام عليه الرحمة والرضوان. المسألة بتاعت القيادة في حزب الأمة
مفتوحة لمن يأنس في نفسه الكفاءة ليقدم نفسه للمؤتمر العام، مفتوحة لمن لديه مؤيدين من المؤتمر العام يرون فيه هذه الكفاءة وهذه الأهلية لتقديمه. ولذلك ما في مشكلة في أن تكون هناك رغبات متعددة، تطلعات ورغبات متعددة، طالما أن هناك مرجعية للفصل. في جانب أنا أحب توضيحه في الحتة دي، اللي هي مسألة دور الأسر المؤسسة في الأحزاب السياسية وحظوظها في القيادة، تأثير ذلك، دور زي عقدي وروحي كده. المسألة دي يعني الـ في الديمقراطيات المختلفة هناك ظروف مختلفة تتدخل في الجانب ده، ودي ده واقع الأمر. يعني مثلا الـ 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 في الهند في نهرو وغاندي المؤسسين أسرة مؤسسة في استقلال الهند، عندهم دور كبير، هذا أعطاهم دور في السياسة الهندية. كذلك حتى الديمقراطيات الغربية الراسخة هناك عوامل تؤثر على الانتخاب. يعني مثلا جورج بوش الابن، أنا أعتقد في تقييمي له ليس لديه قدرات والده. ولكن الآن نتحدث عن يعني قوة متكافئة، إذا كانت القوة الوراثية هي قوة متكافئة، الجميع أبناء رجل واحد، الجميع على يعني ذات الدرجة من المقبولية الروحية والأسرية وكذلك، هل هذا الأمر سيضر بحزب الأمة؟ لأنه ستكون هنالك العديد من اللوبيهات، ولا سيما أن المؤتمر العام لا زال معلقا بقرار رئيس الحزب والمكتب السياسي الذي لم يقرر بعد. فاصل قصير بعد إذنك، فصل قصير ومن ثم نتواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد، لازلنا في هذا البرنامج الميزان ومع القيادي بحزب الأمة القومي الباشمهندس صديق الصادق المهدي، مرحبا بك من جديد. ومباشرة في هذا الفاصل الثالث ندلف إلى سوشيال ميديا. سوشيال ميديا. بيكم 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 يا حاضر واو الدم بيكم 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 بيكم. باشمهندس، هل تعتقد أن هذا الموقف ربما الطرد من واحدة من عزاءات الشهداء تقريبا، هل تعتقد أن هذا الموقف هو رسالة من الشارع السوداني أو جزء من الشارع السوداني استلمتها وتم تفسير شفراته؟ أولا هو ليس طرد، هو تعبير. العزاء واجب، وأنا أحمد الله أن تمكنت من الوصول لعزاء كثير من الشهداء، وهذا واجب علينا مهما كانت تبعات ذلك، سأظل أذهب لتقديم واجب العزاء. التعبير ده طبعا كان قبل الانقلاب، قبل الانقلاب، و يعني الموقف كان معبأ، يعني من المعبئين هؤلاء دي قوى الحرية والتغيير، وكنا نحن الوفد الجامع حزب الأمة الجهة الوحيدة وصلتهم، ولذلك نفثوا فيها هذا الغضب. طيب أنا أتم لك الرسالة اللي وصلتني في الحتة دي. أولا التعبير، أنا أرحب جدا بأي تعبير من المواطنين، هم أحرار يعبروا كما يريدون، ولا أنزعج لذلك البتة. هناك غضب لدى الشباب أنا أقدره تماما، وهناك يعني درجة الوعي بدور القوى السياسية تحتاج لرفع وسط الشباب، وهذه مهمتنا. ولذلك أنا بالنسبة لي
لا اعتبر هذا موقف عام من الشباب، لانه انا مشيت على اعداد كبيره. طيب لو سمحت لي بمداخله قصيره، نعم. تحدثت انه هذا التوقيت هو قبل الانقلاب او قبل ليله 25 اكتوبر، نعم. ايضا بعد ليله 25 اكتوبر وبعد خروجكم من المعتقل، الندوه الشهيره في شنبات التي كنت احد الموجودين فيها ايضا تم قذفكم بالبومبان الغاز المسيل للدموع، وتمت الهتافات ضدكم ايضا يعني، والهتافات هذه البعض يراها مبرره يعني، كلمه مثلا لا اريد ان اذكر اسم تجمع او حزب، لكن باعوا الدم، ربما القصاص للشهداء، ربما الاهتمام بالجرحى، هذا الامر لم يكن موجودا فقط في الخطابات التحيه لشهداء ثوره ديسمبر والشفاء للجرحى والمصابين. نعم، تحية لهم وشفاء للجرحى، لكن العمل لم يكن موجودا بالشكل المطلوب. نعم، الـ 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 في مجهود، العمل محدود جدا، في تقصير في هذا الجانب. نعم، الـ طبعا دي بالنسبة لنا ما مسؤوليتنا بشكل مباشر حتى في الجهاز التنفيذي ولا في. كيف ما مسؤوليتهم يا باشمهندس؟ ما دي حاضنة يعني، دي الحكومة الفعلية وهذا رئيس وزراء. معليش يعني احنا مثلا في حزب الأمة اذا بتتكلم عن الحاضنة، كنا مجمدين، اصبحنا جزء من الحرية والتغيير قبل 6 أسابيع من الانقلاب العسكري بالإعلان السياسي في 8 سبتمبر، ودخلتم المدخل الذي ربما هو القشة التي قسمت ظهر البعير. لما معليش انا بس بقول لك، انت بتقول لي كيف ما مسؤولين، انا بقول لك لم نكن جزء من الحاضنة السياسية. طيب، ولكن في النهاية هي المشكلة، ما مشكلة الحاضنة من عدمها، هي قوة الحرية والتغيير نفسها بذاك النص اللي أنا بديت به في الإشكالية الحاصلة، هي لم يكن بيدها الكثير الذي يمكن أن تفعله. كان ممكن إذا تكون المجلس التشريعي، هذا يمكنها من الإشراف على المرحلة الانتقالية وأن تقوم بدور فيها، ولكن بدون المجلس التشريعي ليس لديها الكثير أن تعمله وتؤثر به. أنا بعود أيضا لديها عدد كبير من الوزراء، لا يمكن أن نقول ليس لديها، ولكن أصبح الجهاز تنفيذي وتشريعي ورقابي في ذات الوقت. نعم، في وزراء في الحكومة الثانية تابعين للحرية والتغيير، ولكن وسط التحديات كبيرة جدا جدا، من دور منقوص، من في إشكالات عديدة كانت في ذاك الوقت. وعلي حال أنا أقر في تقصير حصل، واتجاه التواصل حتى والربط الذي كان يجب أن يتم بين قوى الحرية والتغيير والقوى الشبابية في الشارع، هذا الربط تم الالتفات له في الإعلان السياسي، لأنه تكلم عن تكوين أنا في رأيي حل مشكلتين، لكن للأسف حصل الانقلاب لم يتم التنفيذ، لأنه الانقلاب جاء بعد 6 أسابيع من الإعلان السياسي. الإعلان السياسي كان خطوة عبقرية، هل كان مكتملا بالفعل؟ أم كان يعني ربما هو المسمار الأول في نحش الحرية والتغيير؟ أبداً، أنا أعتقد كان فيه ميزات وإيجابيات عديدة. مثلاً تحدث عن تكوين الهيئة العامة بتمثيل كل ولايات السودان، نحن واحدة من العلات، المركز الخرطوم الذي يسيطر على كل شيء، ده طبعاً كان في عهد النظام المباد، وحتى بعد التغيير استمرت هيمنة وسيطرة الخرطوم. التكوين من كل ولايات السودان خاطب هذا الجانب، وكان العمل على تنفيذه لم يتم، ولكن إذا كان تم تنفيذه كان سيربط أركان السودان وولايات السودان المختلفة، وهذا جانب مهم تم في الإعلان السياسي. الجانب الآخر هو التمثيل الشباب في لجان المقاومة في القيادة السياسية، وكان هذا مهم، وكذلك الترتيب لتكوين المجلس التشريعي بين المكونات السياسية والشبابية لجان المقاومة. لكن هنالك نقطة يعني استحضرتها الآن، الإمام الصادق المهدي كان يدعو إلى العودة إلى منصة التأسيس، حتى ناس الوفاق الوطني بيقول لك إنه نحن لما رجعنا نقول لهم منصة التأسيس مشوا مع الناس الإعلان السياسي. نعم، حزب الأمة طلع منه العقد الاجتماعي عشان يدعو لمؤتمر تأسيسي لقوى الحرية والتغيير، وطبعا المؤتمر ما بيعمله حزب الأمة، بتعمله قوى الحرية والتغيير مجتمعة، هم قبلوا نظريا منطق العقد الاجتماعي، ولكن في حقيقة الأمر لم يتم تنفيذ هذا المؤتمر،
وطبعا دي بترجع لكل القوى، مش مسألة انه حزب الأمة لم يفعل. الذي حدث في هذا الجانب انه كنا في انتظار مجمدين لفترة من الزمن في انتظار انعقاد هذا المؤتمر، تكونت لجان لانعقاد المؤتمر وجوبهت كذلك بظروف عملية حالة دون انعقاده في ذاك الوقت. نشأ سؤال أو حصل نقاش داخل المكتب السياسي لحزب الأمة إنه هل يستمر حزب الأمة في انتظار هذا المؤتمر العقد الاجتماعي أم يراجع هذه المسألة يعني يبدأ بتكوين يمشي به المؤتمر، لأنه في النقاش مع حلفائنا في قوى الحرية والتغيير هم تحدثوا إحنا قبلانين ونحتاج لوجود حزب الأمة معنا لنتوجه لانعقاد المؤتمر. ده ما كان قرار بتقرره اللجنة المفاوضة الكلفة المكتب السياسي للنظر في المسألة بتاعت أصلا لماذا فك التجميد؟ لماذا تم فك تجميد حزب الأمة؟ طيب أنا ما جايك للكلام، أنا بجاوب على الحتة دي تحديدا الآن. فده كان سؤال نشأ في المكتب السياسي، هل يستمر حزب الأمة في التجميد أم يراجع مسألة التجميد أم يبقى القرار شنو؟ تم تكوين لجنة لدراسة الأمر من النواحي المختلفة واستطلاع الموقف مع الحلفاء لبحث إمكانية انعقاد المؤتمر. اللجنة دي في نقاشها مع قوى الحرية والتغيير لقت الرأي بتاع إنه عرضوا الإخوة في الحرية والتغيير إنه حزب الأمة يعني يراجع مسألة التجميد بفك التجميد وإعادة تكوين مؤسسات حزب الأمة وإعادة تكوين المجلس المركزي لحزب الأمة، بحيث التكوين اللي بيتعمل ده يحل مشاكل التكوين القديم بالتمثيل بالكتل اللي كان فيها ظلم لجهات كثيرة، ويبقى فيها شيء من العدالة، تعكس نوع من العدالة في هذا الجانب، ويبقى فيها جسم قيادي يطلب وجوده حزب الأمة. العرض بتاعه ده شالته اللجنة وقدمت الرؤية دي للمكتب السياسي لحزب الأمة القومي. المكتب السياسي هو الذي قرر إنه النقاش اللي حصل، لأنه طبعا كان حصلت مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وحصل النقاش مع الإخوة في المجلس المركزي، وجات حزب الأمة كان قبل المبادرة باشتراط الآلية اللي بتتمخض عنها، وتزامن ده مع الكلام مع المجلس المركزي هنا. وفي النهاية حزب الأمة مؤسسته ومكتبه السياسي قرر أنه يمشي في الإعلان السياسي. الإعلان السياسي تم تكليف لجنة بحثت مسألة الإعلان السياسي مع الإعلان السياسي، حتى الناس الذين يعني فكروا له يقولون أنه يعني خطوة غير خالية من العيوب بأي حال من الأحوال، وهنالك اتهامات من الجهات الأخرى بأنها يهو زي ما بيقولوا في الشارع أحزاب أربعة طويلة والسيطرة على مفاصل الدولة، وحتى خلق تكتل أولي ربما يقود إلى يعني تكتل انتخابي فيما بعد. كانت هنالك العديد من المخاوف، ربما تجيبنا على هذا السؤال في وقت قصير جدا لأن الزمن يمضي بسرعة. ما أنا بقول لك الحصل، الإعلان السياسي اللجنة درست هذا الأمر، وفي النهاية العرض على المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وقبلوا بالإجماع. المكتب السياسي قبل الإعلان السياسي، هذا مفهوم يا طيب سيد صديق. هذا قرار مؤسسة. لا، أنا أتحدث عن مسألة مراجعة الوجود أيضا في هذا الإعلان السياسي. هنالك يعني عيوب حقيقية في الإعلان السياسي، هنالك اتهامات حقيقية تطال حتى حزب الأمة بأنه يعني هو اشترك في ربما في الوصول إلى المرحلة الصفرية في ليلة 25 أكتوبر بالانضمام إلى الإعلان السياسي، وهنالك العديد من الأحزاب في الضفة الأخرى لم تكن هنالك يعني جبهة وطنية عريضة للحاضنة. الإعلان السياسي أنا لا أقول خالي من العيوب، ولكن فيه إيجابيات كثيرة تحدثت عنها، مسألة تمثيل الولايات، مسألة الترتيب لضم المجموعات الشبابية ولجان المقاومة في أجهزة الحرية والتغيير، ومراجعة التنظيمات التنسيقيات في كل الولايات، دي كانت كلها إيجابيات، وكذلك مراجعة كل لجان الحرية والتغيير. ما هذا مفهوم، لكن هنالك أيضا اتهامات الاستئثار بالوزارات، الاستئثار بالحكم المطلق، ربما وجود العديد من الولاة والعديد من الوزراء ومفاصل الدولة الرئيسية ما للأحزاب الأربعة. أستاذة، ده قابل للمراجعة. الحكومة الأولى لما اتعملت من بدون قوة سياسية، حكومة التكنوقراط،
ومجلس الشركاء رأى في قيادات الحكم الانتقالي كله رأى أنه عايزين يشركوا القوى السياسية لتتحمل معهم المسؤولية، وده المنطقة اللي أدخل القوى السياسية في السلطة التنفيذية. وكان ممكن تاني زي ما هم أشركوا إذا عايزين يراجعوا الحاجة دي تراجع بأنه يتم تكوين تاني بدون يعني بنفس القرار الأول، أو يتم تراجع. الصبر أكثر حتى تكون هنالك كيانات مختلفة داخلة في هذا الإعلان، أو ربما لا يكون رئيس مجلس الوزراء حاضرا لهذا الإعلان وليس حاضرا لجهات أخرى، وهو يجب أن يكون في المنتصف بين جميع الأطراف. لا، ما شوف، هو في السودان الحتة دارين نوضحها هنا، الفرز مدني شمولي، الناس اللي عايزين حكم مدني. انت هسه ذكرتي الناس اللي كانوا ضد الاعلان، صحيح كان في قوه، لكن معظم القوة اللي كانت ضد الاعلان السياسي حقيقه ايدت الانقلاب العسكري، معظمها طالبت بالانقلاب العسكري بالاعتصام الذي كان في القصر. ولذلك انا اعتقد الفرز في السودان هنا، احنا في النهايه نتكلم عن توحيد القوى المدنيه عندها ترفض الانقلاب العسكري. ما هي المدنية أيضا يمكن أن تتحول إلى ديكتاتورية يا باشمهندس. نعم، هي شوفي، ما هي أصلا نحن في مرحلة انتقالية، التجارب يعني تتحسن بالتجربة نفسها. نحن عشنا 30 سنة من حكم شمولي قابض مضيق على القوى السياسية، في التباينات بين المكونات المختلفة السياسية والمدنية والمهنية والشبابية، وده طبيعي في أي تحول وانتقال بتكون هذه التباينات. الممارسة والتجربة دائرة زمن للإنضاج وتحسين الأداء، والناس كانوا ماشيين في هذا الاتجاه، وحتى الأداء التنفيذي كان فيه تحسن، وكان انفتح باب التعاون الدولي، وكان لو ارتبط ده لو تم تنفيذ ما موجود لدى الإعلان السياسي كويس، والتوجهات الإيجابية اللي حصلت ومراجعة السلبيات اللي كانت موجودة. هو يا باشمهندس يعني دارين نعجل شوية من عجلة الحوار لأنه الزمن الآن يداهمنا جدا، لكن البعض يرى غير الرؤية التي تقول بها، البعض يرى أنه كان هنالك استقطاب حاد، كان هنالك استعداء ربما للمؤسسة العسكرية، كان هنالك حديث غير متزن، يعني حتى الانفراجات التي تتحدث عنها أنه يعني المساعدات الدولية ما إلى ذلك، الرضا العام، لكن المواطن يعيش في ذات الضائقة الاقتصادية. فأنت كخبير في هذا المجال أو كمختص في المجال الاقتصادي، يعني ما هي إضافتك أو نقدك للممارسة الاقتصادية في الفترة الفائتة وحتى الآن؟ نقول بوضوح تام، المواطن السوداني في كل الفترة الانتقالية كان يعيش ظروفا بالغة الصعوبة، مشقة شديدة جدا وضيق ما بعده ضيق حقيقة، وده أمر يؤسف له. كان المطلوب حقيقة شيئين، إصلاح داخلي لإدارة الاقتصاد والإصلاحات الداخلية المختلفة التي يجب أن تتم، والانفتاح الخارجي. تحقق الانفتاح الخارجي بنجاح باختراق كبير جدا وإنجاز، تم الاتفاق على جدولة إعفاء ديون السودان والتعاون الدولي، انفتح الناس شافوا بشريات هذا الأمر وكانوا على وشك قطف ثمارها، جاء الانقلاب العسكري قطع علينا الطريق، ولكن كان هناك بطء شديد في الإصلاح الداخلي في الحقيقة. وكذلك كان انفتح باب التعاون الدولي. باب التعاون الدولي فيه جانبين بالمناسبة، فيه جانب المساعدات والمنح الجات للبلاد والمساعدات بالفنية المختلفة اللي هي مفيدة جدا للمعيشة والاقتصاد البلاد، الثمرات وغيره. نعم، فده كان، لكن لم يكن هنالك تنظير حقيقي لمسألة الإنتاج. لا، طيب، الجانب الآخر الدور الدولي فيه إصلاح للمؤسسات وإدارة الاقتصاد والشركات العامة بحيث تتحقق ولاية المالية على المال العام، وده كان من ما تم الاتفاق عليه قبل الانقلاب العسكري، وده من الإصلاحات الداخلية اللي هي اللي كان يجب أن نمضي فيها جميعا، ودي كانت ستنعكس إيجابا على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد. فلذلك نحن كنا ماشيين ببطء
في الاتجاه الصحيح. جاء هذا الانقلاب العسكري طبعا قفل على السودان أي حاجة، توقف الإنتاج المحلي. بمناسبة الإغلاق على السودان في كل شيء، هنالك العديد من المبادرات الآن، المبادرة الثلاثية، هنالك أيضا مبادرة يقودها المكون العسكري مع المكونات المدنية من القوى السياسية، هنالك أيضا اقتراب الجبهة الثورية ومحاولتها مع المجلس المركزي. كيف ترى الواقع الآن ونحن نتحدث قبل، ربما نسجل هذه الحلقة ربما قبل 7 أيام من العيد، يمكن أن تجري مياه كثيرة تحت الجسر، لكن كيف تستطيع أن تقرأ الصورة وما هو المخرج للسودان؟ المخرج أولا، نحن في حافة الهاوية، السودان مدحرج بسرعة نحو الانهيار، انهيار اقتصادي، لأنه الوضع المعيشي والعجز الموجود الآن والحالة المعيشية لدى مواطني السودان كلهم حالة بالغة الصعوبة. كذلك في الانهيار الأمني المصاحب كذلك لده، لأنه في دارفور وغيره. أيوة، التردي الاقتصادي والعجز الاقتصادي يستصحب معه انهيار أمني، لأنه ضعف الإمكانات وكثير من المنسوبي حتى القوات النظامية هم الآن عدد منهم سبب في التردي الأمني والعدوان على المواطنين. طيب ما هو المخرج؟ كذلك الحالة المعيشية، العصابات التي تنهب، الوضع الأمني في يعني المواطن السوداني معاني، الوضع الاقتصادي والوضع الأمني الآن. كذلك نحن من دواعي التعجل تجنب هذا الانهيار، واحد. اثنين، المساعدات الدولية المرصودة للسودان تفوق $4 مليار في يونيو القادم. في يونيو القادم إذا لم يتفق السودانيون على حكم مدني ستضيع علينا، ولذلك نحن تجنب الانهيار واللحاق بمساعدات دولية يجعلنا في عجلة من أمرنا في هذا الجانب. الطريق واضح جدا ومحدد، عايزين وحدة الجبهة المدنية التي تطالب بالحكم المدني الديمقراطي بلا إخصاء، يتوحدوا يجمعوا نفسهم ويتفقوا على الإصلاحات المطلوبة، شكل الحكم المدني المطلوب، الإصلاحات المطلوبة في الاقتصاد، في إدارة الدولة. لكن كيف يمكن أن يتم جمع هذه القوى المتناقضة؟ الآن الحزب الشيوعي السوداني يقول أنه لا يعترف أصلا بالمجلس المركزي وهو غير موجود، وبيلاقيكم بس كأحزاب حزب الأمة أو غيره. في الاتجاه الآخر عندكم اشتراطات للمبادرة أنه أنتم لن تلتقوا بالمدنيين الآخرين، لن يكون هنالك حوارا مباشرا، يعني هذا الأمر لا ينبئ بقرب المخرج. ما أي نحن علينا جميعا أن نطلع من النهج الإقصائي. لو ما كانت هناك تباينات لما كانت هناك قوة سياسية مختلفة. القوة السياسية ما تعريف بينات التباينات، ولكن نجمع الحد الأدنى من القوة الحقيقة مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي. في عندنا قوة دائرة معادلة التعامل أخرى اللي هي تؤيد الحكم العسكري، دي خليها دائرة معادلة ثانية للتعامل، لكن في البداية نجمع القوى، لأنه القوى المؤيدة للحكم العسكري أو للانقلاب العسكري الأول بتاع الإنقاذ والثاني دي معناتها لا تكترس لمسألة الإصلاح، بتقبل بأي حاجة، نخليها جانبا. القوى المدنية عليها أن تدخل في حوار مع السلطة القائمة الإنقلابية للتوصل لحلول. يعني أنت مع الحوار؟ أنا مع الحوار، لست مع اللاءات الثلاثة المطروحة في الشارع. أنا مع الحوار المباشر، لأنه ليس هناك نهج للتوصل لحلول إلا عبر الحوار، عبر المبادرة الثلاثية بتاعت الأمم المتحدة، إيجاد الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي والإيجاد، لأن دي تحظى بسند دولي وفيها أسس واضحة لإجراء حوار مثمر مجدي منتج. طيب هل جلس حزب الأمة في حوار مباشر مع المكون العسكري عقب 25 أكتوبر؟ حزب الأمة عقب 25 أكتوبر سلم خريطة الطريق للسلطة العسكرية القائمة الإنقلابية، سلموا إنه للعلم دي خريطة الطريق بتاعتنا، شغالين نحن حنكون في تحضير. هل جلست بشكل منفرد معهم أو بتمثيل حزب الأمة؟ أنا لا،
ولكن مشت لجنة تمثل حزب الأمة سلمت المكون العسكري والقيادة العسكرية في البلاد خريطة الطريق، وأن حزب الأمة شغال الآن على تجميع المكون المدني الموقف المدني. وفي النهاية التجارب العالمية يا أستاذة، الكلام بتاع الرفض وقفل باب الحوار وافتراض أن طبعا في عندنا ميزة يجب أن نقف عليها، أن هناك حيوية مدنية في الشعب السوداني. الثورة السودانية التي يقودها الشعب السوداني بقيادة الشباب السوداني والمرأة السودانية حقيقة أثبتت روح مثابرة وتصدي وشجاعة منقطعة النظير، يعني موقف بتاع الثورة مستمرة، ولذلك هذه دي تطمئن جدا على مستقبل المدنية والتحول الديمقراطي في البلاد، طالما أن هناك قوة بهذه الحيوية وبهذه الإصرار وبهذه الحماسة وبهذه الشجاعة. النقطة التي قلتها نقطة مهمة للغاية، نقطة فتح باب الحوار مع الآخر وصولا إلى المخرج، ليس هنالك مخرج دون حوار. وتتحدث أيضا عن الحوار المباشر دون وساطات ربما. باشمهندس صديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي، كنت ضيفا عزيزا علينا في هذه الحلقة التي ربما تجاوزنا فيها زمن الحلقة المحدد بكثير. شكرا جزيلا لك. عفوا، لا، ما أنتم بخير. أنت بخير. شكرا جزيلا لمتابعتكم لهذه الحلقة من الميزان، حتى جديد اللقاء بإذن الله. يا مرحبا.